والصورة الحلوة دايما تتحدث عن نفسها على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية. الماتيريال بتاعنا في متناول الجميع. الشتاء قلنا بيجي بخيره وببركته، معانا قلقاس بيظهر في الشتاء بيبقى له طعم، هنشوف نعمله مع بعض ازاي بالطشة وبطريقة مميزة. دايما القلقاس بيحب الشوربة الدسمة، شوربة لحمة، شوربة بط، شوربة فراخ، ونعمل بيه القلقاس، وطبعا افضلهم شوربة اللحمة. بس الطريقة اللي هشتغل بها القلقاس النهاردة طريقة جديدة شوية، بهديها لكبار السن والاطفال، بما ان القلقاس مفيد جدا ومفيد للامعاء والجهاز الهضمي والالياف بتاعته، وطبعا طعمه طعم زي اللحمه، فمفيش حاجه تشاركه غير بطريقه جديده. هنشوف نعمله مع بعض ازاي. معانا قلقاس اتقطع زي الفل، المقادير على الشاشه، ومعانا قلقاس سليم، ويفضل غسيل القلقاس جيدا قبل تقطيعه عشان ما تحطوش على البلانشه يبقى فيه رمله. ومعانا لحمه مفرومه، ومعانا بصل وتوم، توم طازه كتير، ومعانا سلق خضار القلقاس سلق النهارده اهو معانا. ممكن تخضريه بسبانخ، ممكن تخضريه بكزبره خضراء زي ما انت حابه. هنشوف ما هنعمله مع بعض ازاي بطريقه بسيطه وسهله. ولكن قبل كل حاجه، معانا مشكله في القلقاس وانا واجهتها بصراحه. يعني كنت معزوم في مره فلقيت القلقاس وانا بشرب الشوربه الاقي فيه رمله. طبعا الست تعبانه عليه وجايبه لحمه وسلقه وزي الفل. هي المشكله بتيجي منين؟ اتكلموا معايا عشان انا بس بجد والله العظيم المعلومه بقولها من قلب لحضراتكم، والكلام ده بيحصل. وانت بتسمعيني دلوقتي هتقولي فعلا ده بيحصل. القلقاس بنشتريه من عند الراجل الفكهاني مخرجنا الجميل فرسان التلفزيون المصري. القلقاس اهو، القلقاس ده انا بحبه جدا على فكره، وبعمله سلطه بتبقى لطيفه وجميله، واعمله بوريه زي البطاطس بالظبط، حاجه جميله وزي الفل. القلقاس القلقاس ده والله يا شفيق عايز اقول لك انا بعشقه. القلقاس ده على فكره ممكن تخزنيه، بتقشريه، وبعد ما تقشريه بتحطيه في حمام ماي، ميه بليمون وذره ملح صغيره، وتصفيه كويس وتبرديه وتحطيه في اكياس في الثلاجه. اعمليه شوربه بقى، تعمليه بوريه، يتعمل ايس كريم. القلقاس ممكن يخش في دور الفواكه زي ما انت عايز. ولكن يا عم اشرف خليك معايا شويه والنبي، عشان استاذ رحاب، استاذ اشرف ما ينفعش ان انا ما اردش عليك، بس اسمعني عشان المعلومه ديت. القلقاس ده قبل ما اشتغل فيه يتغسل كويس جيدا، وتقشريه بعيد عن البلانشه. الحاجات اللي بقولها دي تفاصيل صغيره بتلاتة تعريفة زي ما بيقولوا، ولكن مهمة جدا. قشري القلقاس بعيد عن الايه؟ البلانشة، والسكينة اللي تقشري بيها ما تقطعيش بيها، هيبقى فيها رملة وطينة نتيجة القلقاس، لأنه من الدرنيات زيه زي الجنزبيل، زي البصل، زي البطاطس، زي الكرنب. دي اسمها درنيات، بتنزل جوه جذور الأرض، فلازم تتقشر بعيد عن الطبق. وأنا قشرته في طبق بعيد خالص، والقلقاسة من هنا أهي ما فيهاش لا رملة ولا فيها طينة ولا أي حاجة، زي ما هي كده أهي. نقشر التانية مع بعض، التاني أهو. طبعا هتقولي يا شيف مغازي انت راجل مهني وايدك واخده على السكينه والجو ده كله، هقول لك على طريقه تانية. هتحط الحبات القلقاس كده، مخرجنا الجميل فرسان التلفزيون المصري الاساتذه المصورين، اهي حبات القلقاس زي ما هي كده اهو، ونجيب السكينه كده اهو. شفت انا بعمل ايه اهو؟ كانك بتقشري ايه مثلا، ايه بتعملي بطيخه كده تعملها بشكل حلو، او حبايه اناناس او كانتالوب اهو. المنطقه اللي بنقشر فيها دي طبعا ما ينفعش تقطعي عليها القلقاس اهو، ده لو انت مش عايزاها تمسكيها بايدك كبيره اهو. شفت الرمله والطينه اللي نزلت اهو اهو، مهما تغسلي فيها هيبقى فيها اثار اهو. اهم حاجه الخطوه اللي انا بقولها دي، اما اعمال القلقاس سهله جدا، اتعلمناها من امهاتنا اهو. شفت ازاي؟ من غير ما امسكها في ايدي خالص قشرتها وطلعت معايا زي الفل. ادي حبايه القلقاس يا عم الشيف زي الفل تمام. هنخليهم كده على جنب ونشيل كل ده من هنا، وزي ما قلت لحضراتكم مش هقطع على الخشبه اللي انا قشرت بيها ولا السكينه اللي انا قطعت بيها، كل ده هيتشال ورا معايا. ده اللي يهمني في المعلومه الغير معلومه لاستخدامنا للقلقاس. هناخد الحبايتين القلقاس نخليهم معانا كده، وتعالوا مع بعض نعمل ازاي القلقاس. طبعا احنا مقشرينه وجاهز معانا زي الفل، ونشيل البلانشه دي بالرمله بتاعتها والطينه زي الفل تمام. تعالوا مع بعض نعمله. طاسه على النار او حله على النار زي الفل، بحط فيها معلقه سمنه حلوه، طبعا لازم يكون عندك شويه شوربه حلوين. ادي معلقه السمنه زي الفل، معاها معلقه زيت صغيره، اللهم صل على النبي، ونارك شديده يا عم الشيف. تليفوناتنا على الشاشه للتواصل مع حضراتكم، اللي عنده سؤال احنا جاهزين. نعلي النار هنا شويه كده حلو، ونغير الجلافز بتاعنا ده عشان مسكنا القلقاس وهو فيه رمله. شفت التفاصيل الصغيره دي مهمه جدا اللي انا هبدا بيها دلوقتي اهو. حطيت السمنه، حطيت بصلايه حلوه وفص توم، وحمر البصلايه مع التومه ولاد عم اهو.
حلوه واخليهم على النار كده، بس يكون عندك يا ست الكل شويه شوربه حلوين لهم شخصيتهم. يعني ايه يا شيف؟ شوربه فراخ، شوربه لحمه. حلو الكلام. عندنا شوربه سابقه هي موجوده على النار اهي، معانا جزر ومعانا كرفس ومعانا بصل ومعانا توم، وكان عندنا شوربه في الثلاجه طلعناها اهي. الشوربه دي انا عايزها، خلي بالك دي مهمه جدا على فكره. خلي الشوكولاته دي بره. حلو الكلام. واحده واحده مع بعض ونقلب كده البصلايه مع التوم واحنا بنشتغل مع بعض. عايز القلقاس يا عم الشيف ما يكونش فيه الماده المخاطيه، نعمل ايه؟ عم اشرف بتاع اسكندريه الراجل الطيب الاسكندراني الحلو اللي انا بحبه قال لك نغسله بميه ساقعه ولا بميه سخنه؟ لا ده ولا ده. القلقاس معايا اهوت، انا قشرته وغسلته وهو سليم زي ما هي كده. حبايبي بس اللي بيتابعوني واحده واحده عشان ما كملتش المعلومه هنا، انا قشرت القلقاس بعد ما بقشره بغسله بميه من الحنفيه عاديه خالص، وانشفه بمنديل ورقي. المناديل دي كده اهي اهي، بلاش لا ده ولا ده، بل المنديل ده ميه وامسحيه بيها عشان ما يبقاش ملزق في ايدك زي كده بس الرمله هتيجي منين؟ احنا بس عشان نعرف المشاكل بتيجي منين. الرمله هتيجي منين؟ الطينه اللي هو كان فيها هتيجي منين؟ انا حبيت القلقاس في ايدي يعني كلها نيه ما فيش نضيف زي الفل هو ده على عينك يا تاجر هي الخطوة الأهم يا أختي يا خالتي يا أمي يا عمتي يا كل زوجة بتشوفيني دلوقتي، إنك تغسلي الحبات القلقاس قبل ما تستخدميها بليفة كده وتغسليها كويس وما يكونش فيها لا طينة ولا رملة. غسلتها حلو مفيش مشاكل هتواجه الترابيزة معايا هي كاونتر أقطعها مش مفيش ما يتغسلش خالص، هيتغسل من إيه؟ خلاص زي الفل هخليها زي ما هي كده وأنقطعها مع بعض، بس خلونا أكسب وقت. هننزل بالقلقاس بتاعنا أهو خلص القلقاس أهو واشوحه مع البصله والتومه ياخد طعم البصله والتومه اهو دي طريقه جربيها ونقلب كده الله وبتقلب كده على النار بنحط فيه شويه بهارات حلوين ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ ده قلقاس ولا لحمه كندوز ولا ايه بالظبط؟ قول لي. ده ايه بيفكرني بحاجه مشهوره جدا في الخليج اسمها الفجع او الكماء. حلو دي طبعا مشهوره في الخليج، تتعمل مع كبسه وتتعمل زي البطاطا الحاره، بتطلع كده من بطن الارض لطيفه وجميله، سعرها غالي شويه، اسمه الفجع او الكماء. ده معروفه طبعا قيمتها الغذائيه عاليه جدا ولحمها طري ولطيف. هو نفس الطعم على ما اعتقد ونفس الفصيله من درنيات من الارضيه ولاد عم يعني، قيمته الغذائيه عاليه جدا اللي هو القلقاس ونقلبها كده مع البصله والثوم. حلو دي واحده بتعمل ايه هنا؟ نزلك كده زي الفل تمام. اللهم صل على النبي. دي الخطوة بننزل بشوية بهارات حلوين. اللهم صل على النبي. شوية بابريكا حلوين كده، شوية كمون حلوين، وأقلبهم كده. الملح والفلفل بتاعنا. اللهم صل على النبي. هتقولي لي الطشة فين؟ اصبر على رزقك. ونسيب القلقاس يا عم الشيف في قلب الحلة دي كده أهو بالشكل ده كده أهو الله التقليبه دي مهمه جدا، لا زفاره هتلاقي ولا ماده لزجه هتلاقيها ده تتاكليه سلطه كده على فكره زي البطاطا الحاره زي ما هو كده، لو سبتيه يستوي شويه هتحط عليه عصره ليمون وزيت زيتون، احلى طبق مقبلات واحنا شغالين مع بعض ده القلقاس اللهم صل على النبي قلب يا عم الشيف قلب يا طيب حلو قوي هعمل ايه يا عم الشيف؟ زي ما هو كده بحط له شقشاء شوربه، الشوربه بتاعتنا الحلوه اهي، نسحب دي كده بره. اللهم صل على النبي يلا ننزل بالشوربه بتاعتنا اهي، الشوربه اهي الله خلص الباس، شويه شوربه زي الفل هشقشقه كده هسه ميه مغليه او شوربه مغليه مطلوب مني دلوقتي بقى التركيه بتاعت المغازي، ازاي اللحمه المفرومه هتشارك مع القلقاس. بسيطه خالص، معايا شويه لحمه مفرومين، شفت القلقاس الله، كمان شويه شوربه عشان نعمل الخضره بتاعته ونضيفها بعدين. حاضر عينيا. داوود باشا معانا عملنا بطريقه مختلفه شويه، اللي هي اللحمه المفرومه تبلناها، بصلايه ناعمه، تومه ناعمه، البهارات بتاعتك من بركه ايدك، حطيناهم مع بعض، معلقه زيت زيتون، معلقه سمنه، حطيناهم في قلب صينيه وهندخلهم الفرن اللهم صل على النبي، على الشبكه. انا عايز اللحمه دي تستوي، ايه السر هنا بقى؟ واحده بس خطوه، انا هاخد البيون
والبهريز والبركه والحاجه الحلوه اللي هتنزل من اللحمه والفلفل. حلو الكلام. بعد تعصيكه اللحمه هاخده اعمل بيه طشه القلقاس. شفت المطبخ رايح على فين؟ رايح على حته ابداعيه، رؤيه فنيه، سهوله، مرونه، وهكذا. اهو هندخله النار. زي الفل. تفاصيل صغيره بتاخدنا على طريق النجاح. وهو باب المغاره وباب النعيم بيبدا بمفتاح. كل حاجه لها مفتاح. سر السعاده له مفتاح. فين؟ المطبخ، وهكذا. احنا مع بعض القلقاس تشويحته مع البصله والتومه وحطيناه في الشوربه بتاعته كده بتحضر جاهز. قول لي يا مغازي، عايزني حمرا ولا بيضة؟ عايزني بالخضره ولا بالطماطم؟ وهكذا. اهو ده ما بياخدش سوى كتير. تسويته اسرع من البطاطس على فكره. القلقاس بيستوي اسرع من البطاطس. هو جاهز كده معايا. القلقاس انتوا شفتوا حضراتكم طبعا كلام الحاجه على عيني وعلى راسي. انا استخدامنا للقلقاس، انا واحده واحده طلعت بالقلقاس زي لما زي ما هي. قشرتها بشهاده المخرج والكاميرا الحلوه. بعد ما قشرتها ركنت القشر على جنب، مسحتها بمنديل، بليته ميه، ولا راحت عند الحنفيه ولا اي حاجه. قطعت القلقاس معانا بالشكل زي الفل، بيتخل على النار. هناخد القلقاس دلوقتي نعرفه بالمغرب. هي الموضوع بسيط، يعني عايز بس ايه ناخد الموضوع ببساطه. في ماده لزجه هنا، اهم حاجه التشويحه مع البصله والتومه. اللزوجه اللي فيه نزلت امتصتها الحله بتاعتنا ودرجه الحراره بتاعت القهوه. هو مستني الطشه دلوقتي. تعالوا نعمل الطشه مع بعض. هناخده ونركده على نار ايه هاديه. هو استوى خلاص. نعمل الخضره بتاعته اللي ست الكل قالت عليها. بسم الله الرحمن الرحيم. هنشيل دي من هنا كده، يلا عشان عندنا شغل كتير. وهناخد الطاسه دي كده ونعمل الطشه بتاعت الايه القلقاس. معانا سلق، اللهم صل على النبي، ومعانا كزبره خضراء زي ما ست الحاجه قالت، ومعانا طبعا ايه شويه شبت صغيرين. ونقطع القلقاس السلق ده كده. تعالى يا عم القلقاس السلق تحت السكينه. هو ده. مفروم ناعم كده، بعد كده هينضرب في الخلاط، خلي بالكم. بس عشان يستوي بسرعه الخضره بتاعته. القلقاس مدرسه، كل ام هتعمله بطعم، وكل ست بيت هيطلع من ايديها زي الحلاوه. اهم حاجه التركايه بتاعت ازاي اتخلص من الماده اللزجه اللي هي برده مفيده وقيمتها الغذائيه عاليه جدا. ادي السلق بتاعنا قطعناه، نخليه على جنب كده. اللهم صل على فكره ممكن يتاكل سلطه زي ما هو كده، زيت زيتون، فص توم ني، رشه ملح صغيره، واحلى سلطه اللي هو السلق ده كده. زي ما هو كده هيبان على الشاشه دلوقتي. حلو الكلام. خلصنا من السلق. طاسة على النار ونحط فيها معلقه سمنه حلوه. اللهم صل على النبي. وتعالوا مع بعض نعمل الايه الخضره بتاعت القلقاس. معلقه سمنه صغيره، معلقه زيت زيتون صغيره. حلو زي الفل يا عم الشيف. ايه الاخبار؟ نارك شديده. حلو الكلام. فص توم حلو. حلو. استنى على التومه شويه لما تتحمر. اللهم صل على النبي. اهو طبعا في فرصه هنا معايا ان اللحمه بتستوي في الفرن عشان اخد البيون بتاعها والبهريز بتاعها والفليفر بتاعها يشارك مع طشه وخضره القلقاس. اهو هنسيب التومه كده تدي دي لون. يلا يا حلوه نشوف التوم اخبارها ايه. عينك على التومه بتاعت القلقاس، عينك على التومه بتاعت طشه الملوخيه، عينك على التومه بتاعت طشه الفته. لو خدت الاحمرار اكتر من اللازم بتمرر لك الطشه بتاعتنا. هننزل بالسلق بتاعنا. الله. ونسيبه على النار كده عشان ده هينضرب بعدين. حلو زي الفل. ونشتغل في الرواق بتاعنا على السلق ده ما يستوي شويه. نعم يا غالي، والله سبانخ لا، يعني السبانخ هتخطف الطعم. هو السلق طبعا افضل خضره مع الكزبره الخضراء والشبت للقلقاس، اما السبانخ انا ما بحبذهاش قوي. السبانخ ممكن ناكلها باللحمه المفرومه عادي. طيب تعالوا مع بعض هنعمل ايه هنا. التركايه بتاع عينيا يا فندم، دقيقه واحده يا فندم. هنعمل ايه يا عم الشيف هنا؟ هنعمل ايه التركايه بتاعت الشيف؟ هناخد البهريز. بص ركزوا معايا عشان هي دي التركايه. الله الله. الطشه والبهريز اللي نزل من اللحمه بيشارك وعضو اساسي وعامل اساسي للطشه بتاعت الايه. زي الفل.
خلونا نطلع فصل صغير ونقلب الخضره بتاعه القلقاس دي كده اهي اهي خضره القلقاس اهي. ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ انا شميت ريحتها قبل ما احطها على القلقاس. خلونا نطلع فاصل صغير، هنضرب دي في قلب الخلاط، ننزلها على القلقاس ونسقط عليها داوود باشا. اوعى تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. في تريكايه هنا لازم ما بخلش بيها على كل مشاهدينا وحبايبي اللي بيتابعوني واللي بيقولوا لي كلام حلو بيديني طاقه ايجابيه وبيخلوني طول الليل همي وراسي ان انا اعمل لكم حاجه جديده واسهل عليك المطبخ. ما جبناش حته لحمه بقى بعضناها وسلقناها وقعدنا جنبها لما تستوي، لا خالص، جبنا اللحمه المفرومه تبلناها وعملناها داوود باشا، حطينا معاها فلفله ملونه عشان يبقى شكلها حلو، وحطيناها في الفرن استوت. خدنا البيون والبهريز بتاعها، هنا اللطافه وهنا الجديد. خدنا كل ده يا عم الشيف وحطيناه فين؟ على السلق قبل الفاصل. فاكرين ولا افكركم؟ حلو. والسلق فين يا عم الشيف؟ في قلب الخلاطه اهو، بص عليه كده اهو اهو، لسه جايبينه جديد اهو. حلو الكلام، ما تضربوش وهو سخن، خلي بالك مهم جدا. ليه يا عم الشيف؟ هيبوظ لك الخلاط وهتدعي عليا. ونجيب منين بعد كده؟ هنحط شويه ميه هنا ساقعين كده، البراد ده فيه ميه ساقعه على فكره، هو براد شاي اه بس الميه مش سخنه اهو. حلو الكلام، وهنقلبه كده مع بعض اهو، وضربه في قلب الخلاط. هنا الكفته بتاعتي على النار اه، ولازم تطحي الناعم اللي هي الايه؟ الخضره اهي 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 اهي، هو ده هو ده. خلص الكلام، نشيل دي كده، ابعديها عن متناول اليد، اللهم صل على النبي. ومعانا فص توم، ركزي بقى عشان هنا التركايه وهنا الجديد اهو. شوف انا هعمل ايه اهو 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 اهو. الله الله عليك يا شيف بوغازي، لما تشتغل بمزاج عالي وانت رايق اهو. معلقه سمنه صغيره حلو، او مكعب زبده زي ما انت عايزه، يا زبده يا سمنه. واستنى عليها هسه كده، هسه عينيا، حاضر عينيا، واخد فص توم كده. بيقولوا لي باقي لك 6 دقايق على الختام، انت طبعا في المطبخ معكيش بقى ليه لا الاخراج ولا البروديوسر ولا 5 دقايق ولا 10، مطبخ مطبخك انت مملكته، خلي بالك انت الاميره فيه، انت الملكه فيه، مفاتيح السعاده بتطلع من المطبخ، خلي بالك مش من عند الفكهاني ولا عند واحد بتاع تورته ولا محل حلويات، خش المطبخ اعمل اي حاجه حلوه، لو عملت له شويه قرع عسل في الفرن العب، هو ده اه. استنى على التومه كده، معلقه سمنه حلوه بس كده تاخد لون صغير اهو اهو، ركزي معايا اهو. انا فرحان بالايه؟ بالصينيه اللي فيها اللحمه المفرومه، ركزي معايا اهو اهو اهو، لسه لسه، يلا الاخراج زيزو العب اهو، هو ده هو ده، العب. ايه الجديد ده يا شيف؟ ايه ده؟ ايه الحلاوه دي؟ نقلب ده مع بعضه، سل مع لحمه مفرومه لسه ما خلصتش اهو، ده انا هقدمه في نفس الصينيه والله والله في نفس الصينيه، هيعجبكم قوي اهو زي ما هو كده. يلا التقديمه مغازي اهو، غلو على النار، ونجيب طبق التقديم كده اللطيف الحلو ده كده اهو، الله، ونحطه هنا مع الرز الابيض، عدلها رز ابيض، عدل الحله دي والاكله دي شويه رز ابيض من ايدك الحلوين، رز مصر مش بسمتي عشان تكمل الحدوته اهو زي ما هي كده اهو. يلا ناخد القلقاس بتاعنا، مش هنسقطه في الحلة، هنعمل ايه يا عم الشيف؟ القلقاس اهو، بص على القلقاس بقى، بص على الحلاوة اهو. ايه الحلاوة دي؟ الصينية دي عاملة مشكلة الحلة دي؟ اه مضايقاك يا زيزو، شيلها من هنا اهو. يا ويلي، ده الجديد يا شيف، ده الجديد اهو، القلقاس مع الخضرة اهو. وأنا عايز التفاصيل دي على فكرة، مش هقلبه، أنا زي ما هو كده، هسيبه اهو. هو غرقان في قلب الخضرة، حد يلاقي الخضرة وما يغرقش فيها اهو. سل، كزبرة خضراء، قليل من الشبت، خد البيون وخد الخبرة الطهوية من اللحمة المفرومة اهو، زي ما هو كده بألف هنا وشفا. حد عمل قلقاس زي ده قبل كده؟ أبدا. فلازم نسمع بصوت عالي وبثقة، حقوق الطبع لدينا وبس. هناخده مع بعض كده ونقدمه مع الرز الأبيض اهو. نعم يا غالي، حاضر، هرفع لك شوية دلوقتي بالمغرفة وتشوفوا معانا خيط ولا مش خيط، لزج ولا مش لزج، في الماده المخاطيه ولا ما فيهاش؟ مش بقول لكم المخرج بيتشطر عليا؟ اه حاضر يا بابا، يلا جاهز؟ جاهز بالكرين؟ جاهز بالكرين تشوف ان انا الشقاوه؟ اهو اهو الشوربه اهي اهي، الشوربه بتاعت القلقاس اهي اهو يا فندم اهو اهو يا فندم اهو يا فندم اهو اهو اهو. اقول لك على حاجه حلوه؟ اقول لك على حاجه حلوه؟ قولي لجيرانك وحبايبك خد شويه القلقاس دولت، اسمع كلامي يا عبده، هتعمل ايه؟ هنضربهم في قلب الخلاط شوربه القلقاس، يا ويلي
كاسة لطيفة جميلة. ها خلي ده على جنب كده. خلص الولاس، عدل رز بشعرية أو رز أبيض، طبق سلطة بلدي حلو من خير أرضنا. الولاس قبل وبعد، جيبوا لي يا شباب الصورة قبل وبعد.